بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في السكشن ده هنراجع مع بعض قواعد الدواليتي. قلنا قواعد الدواليتي انا بيبقى عندي linear programming عادي جدا, problem ليها objective وليها constraints. بصوا كده هنا معايا هتلاقوا ان الماكسيمم لو الفانكشن بتاعتك ماكسيمم يبقى ده معناه ان انت في الدواليتي هتبقى الفانكشن بتاعتك مينيمم, والعكس لو الفانكشن بتاعتك في الاوبجكتيف الاصليه مينيمم هتبقى في الدواليتي ماكسيمم. طب نخلي بالنا ان كل, انا دلوقتي بتكلم على قوانين الدواليتي, كل المينيمم هي الكونسترينز بتاعتها اكبر من او يساوي, كل الماكسيمم الكونسترينز بتاعتها اصغر من او يساوي. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان انا لما تجيلي مساله ويقول لي هو هيديك مساله بالشكل ده, ماكسيمم زد بتساوي 5x1 زائد 12x2 زائد 4x3 subject 2, ومديك 2 constraints, مديك ليها قانونين او قاعدتين. طيب ده معناه ان انا هحول من ماكسيمم لمينيمم. بصوا بدول 4 بقت مينيمم, وطالما هي مينيمم فده معناه ان كل الكونسترينز بتاعتها هتبقى اكبر من او تساوي. طب ايه هي الخطوات اللي بنعملها؟ بنعمل الكلام ده على خطوتين. اول خطوه بنزل الاوبجكتيف والكونسترينز في الايكويشن 4. يعني ايه في الايكويشن 4؟ يعني دي هنا في اصغر من او يساوي, انا عايزه اخليها ايكوال. طيب هعمل ده ازاي؟ يعني هزود عليها x4 او s1 زي ما احنا متعودين في سامبلكس. يبقى اول حاجه هعملها ماكسيمم الاوبجكتيف ديت هتنزل زي ما هي. بعد كده هبص الاقي ان الكونسترين الاولاني x1 زائد 2x2 زائد x3, فانا هزود عليهم بلس x4 عشان احول من اصغر من يساوي لغايه ايكوال وهنزل 10. الكونسترين الثاني هو اصلا ايكوال فوتشزمين ان انا مش هلعب فيه. بصوا بقى بنعمل ايه, باجي على حسب الكونسترينز بحدد انا هيبقى عندي كام فاريبل. يعني ايه؟ يعني انا هنا عندي كونسترين واحد وكونسترين اتنين, يبقى انا كده هيبقى عندي y1 و y2. يبقى اول قاعدة اتفقنا عليها في الدول ان الماكسيمم هتبقى مينيمم. ماكسيمم زد ايكوال هتبقى مينيمم w ايكوال, يبقى الزد بقت w. طيب عايز اجيب الاوبجكتيف بتاعت الدول هعمل ايه؟ احنا قلنا بنحول الكونسترين لأوبجكتيف والأوبجكتيف لكونسترين. يبقى انا في الدواليتي بعكس المسألة بتاعتي. يعني ايه بعكس المسألة بتاعتي؟ يعني انا هنا عندي الاوبريشن الاكويشن الاولانية الرقم بتاع الكوفيشن بتاعها في الناتج كام؟ 10. فيبقى 10 مضروبة في y1, ادي 10 مضروبة في y1, بعد كده 8 مضروبة في y2. يبقى الاوبجكتيف بتاعتي في الدول minimum w بتساوي 10 y1 زائد 8 y2. هحط قيم ال x1 تحت بعض, x1 في الكوفيشن او في الكونسترين الاولاني بواحد, x1 في الكونسترين التاني باتنين, و x1 في الاوبجكتيف بخمسة. فيبقى انا عندي 1 y1 زائد 2 y2 اكبر من او تساوي الخمسة. طب اللي بعدها x2, اول كونسترين باتنين, تاني كونسترين بسالب واحد, يبقى 2 y1 ناقص y2 اكبر من او تساوي الكوفيشن بتاع x2 في الاوبجكتيف بتاعتك 12, يبقى اكبر من او يساوي 12. يبقى انا بجيب اللي قبل علامه الاكبر من او يساوي من الكونسترينز القديمه, والناتج اللي بعد العلامه بجيبه من الاوبجكتيف القديمه. طب هاجي ابص على x3, x3 ادي هنا بواحد في الأولانية وفي الكونسترين التاني بتلاتة, يبقى واحد y1 زائد تلاتة y2 أكبر من أو تساوي أربعة, الكوفيشن بتاعها فوق أربعة. طيب نبص على x4, x4 في أول واحدة بتساوي واحد الكوفيشن بتاعها يعني, وتاني حاجة بتساوي زيرو, يبقى واحد في y1 زائد زيرو في y2 أكبر من أو تساوي الصفر. يبقى احنا كده اول حاجه عرفناها ان انا بحول من مينيمم لماكسيمم, ولو الدول بتاعتك مينيمم يبقى الكونسترينز بتاعتها اكبر من او يساوي, لو الدول بتاعتك ماكسيمم يبقى الكونسترينز بتاعتها اصغر من او يساوي. بعد كده ببدا اشوف انا عندي كام كونسترين وابدا احدد انا في الدول بتاعتي هيبقى عندي كام فاريبل. y1 مسؤول عن الكونسترين الاولاني او النواتج بتاعتها بتيجي من الكونسترين الاولاني, y2 النواتج بتاعتها بتيجي من الكونسترين الثاني.
طب نبص على مسألة كمان، ادي مسألة بالشكل ده. المسألة الأساسية بتاعتك minimum z بتساوي 15x1 زائد 12x2 subject to x1 زائد 2x2 أكبر من أو تساوي 3، 2x1 ناقص 4x2 أصغر من أو تساوي 5، x1 وx2 أكبر من أو تساوي 0. طيب الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن أنا هيبقى عندي 2 constraints، يبقى أنا هيبقى عندي y1 وy2. المسألة الأصلية بتاعتي minimum z بتساوي، يبقى أنا عارف إن الدول بتاعتي هتبقى maximum w بتساوي، معنى إنها maximum إن كل الـ coefficients بتاعتها أصغر من أو تساوي. بص، كل الـ coefficients بتاعتها أصغر من أو تساوي، أصغر من أو تساوي. طب هبدأ أخد بقى المسألة بتاعتي أحطها في شكل الفورم. يعني إيه شكل الفورم؟ يعني أنا عايز أخلي أصغر من أو تساوي 3 ديت أخليها بتساوي 3، اكبر من او تساوي 3 اخليها بتساوي 3، اصغر من او تساوي 5 اخليها بتساوي 5، وهبدا ازود حاجات، هبدا ازود يعني variables. فيبقى x1 زائد 2x2 زائد x3 زائد 0x4، قلنا احنا بنكمل عشان نحطهم تحت بعض عشان اعرف اطلع الكونسترينز بتاعتي، بتساوي 3. وهنا 2x1 ناقص 4x2 في 0x3 اللي كانت زايدة في الكونسترين الأولاني زائد x4 اللي هتتزود هنا بتساوي 5. فأنا كده وأنا مغمض هبص بقى في الإكويشن فورم الجديدة بتاعتي، بعد علامة اليساوي أول واحد بتلاتة وتاني كونسترين بخمسة، يعني y1 هتتضرب في 3 وy2 هتتضرب في 5، يبقى الدول بتاعتك maximum w بتساوي 3y1 زائد 5y2. عايز اعرف انا عندي كام كونسترين، هبص اشوف انا عندي كام x. عندي في المسألة الاصلية القديمة بتاعتي اللي هنا فيها x1 وx2 وx3 وx4، يبقى انت كده عندك 4 كونسترينز. طيب الاربعة كونسترينز دولت هيجوا ازاي؟ اول حاجة خالص هنبص y1 زائد 2y2 أصغر من أو يساوي 15. أنا كده خلصت الحاجات اللي ليها علاقة بX1. طيب X2، هبص على X2 ولاقي إن أنا عندي 2Y1 ناقص 4Y2 أصغر من أو تساوي 12، الكوفيشن بتاع X2 ب 12. طيب بعد كده هلاقي إن أنا عندي نيجاتيف Y1 زائد 0Y2، ممكن ما اكتبهاش، أصغر من أو تساوي الزيرو. نفس الكلام هلاقي في الكونسترين الاخير ان 0y1 زائد y2 اصغر من او تساوي الكوفيشن بتاع x4 بزيرو، يبقى ال y2 هتبقى اصغر من او تساوي الزيرو. يبقى احنا كده عرفنا ان انا الدواليتي بحول من مينيمم لماكسيمم او من ماكسيمم لمينيمم. دايما الدول فانكشن بتبقى عكس الاوبجكتيف فانكشن اللي هو مديها لك في